الو، ايوه ياسر يا ابويا، ما في امل اجيكم لا بعد ساعه ولا ساعتين ولا ثلاثه. لو روحنا نتعشى في الدمام يمكن اسرع. ياهو انتوا مره ملزمين؟ طيب طيب يلا يلا سري لك. هلو هلو ارحم، حيو حيو، هلا هلا، كيفك مجودي؟ مجودي مين يا ابوي؟ في حركات هذه قديمه، ارجع ارجع ورا، ارجع ارجع ورا. وش ذا يا عيال؟ وش ذا الطعم اللي يدوخ؟ قايل لكم انه يستاهل هالزحمه، ما ادري شو يحطون ذا الخلطه، يا اخي عجيبه. المره الجايه واحد منكم يصف في الطابور. انا بصف في الطابور كل يوم، بس تعشوني على اعصابكم. وش تتوقعون حاطين في الخلطه؟ هيل؟ لا، انا اتوقع زنجبيل. تحدي من ذبيحه. قدام، شاهدين يا عيال؟ اقول لا تزعجونا، روحوا عندهم واسالوا مديرهم. تم. تم. ومن بيعوضني في 25,000؟ وذهبي اللي سرقته واجهزه عيالي، من بيعوضني عنهم؟ اي عوضت الله. المهم البلاغ وبلغنا. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. اخ اخ، بس لو اني اصيدها بيديني. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. ها بشر، عسى لقيتوها. وين القاها يمه؟ قطوه هي من حاشه فخر الشارع. كيف حالي يا مدير كبير؟ الحمد لله. شوف حبيبي، انا يعطي انت 50 ريال، بس يبغى واحد معلومه. ايش ابغى؟ انت ايش ركب خلطه جوا شاورما؟ هيل ولا زنجبيل؟ انا في اعطيهم طعم. 500 ريال. انت روح برا، ما في سبب كرقز زياده. روح روح روح. ما في فكر الموضوع فيه سر يا عيال. اجل اقول لنا بعطيكم 500 ريال بس اقلب وجهكم عني. عامر كنسل التحدي. ها تبغى تنسحب؟ ما في يا حبيبي. يا عيال خلوا الموضوع علي. كيف؟ انا اقول لك الحين مالها الا عبد المنان، هو منهم وفيهم ويجيب لنا العلم. والله جبتها يا عامر. عبد المنان، شوف صديق، ابغى انت يروح جوا عند مدير كبير، سوي قرقر، سوي حب زياده، يبغى مره مره انت سوا سوا هو. ايوه شوف كيف طريقه، انت معلوم خلطه شاورما. ليش؟ عشان افتح مطعم كبير، بعدين انت تصير مدير كبير، بعدين سوي شاورما احسن من هذا. ما شاء الله تبارك الله. 2 ساعة انا في روح سوي صداقه، سوي قرقر، بعدين معلوم كله انفورميشن. كافو يا الانفورميشن. يجي عبد المنان.